أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن أزمة انقطاع الكهرباء ستشهد تحسنا بدءا من يوم الأحد القادم، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية، حيث شدد محلب أنهم عرضوا على الرئيس السيسي برنامجا زمنيا محددا لمعالجة أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في توفير 50% من الطاقة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء. كما أكد محلب أنه سيتم استكمال المشروعات التي توقفت لتوليد الكهرباء، وأضاف أنه سيتم فتح الباب للاستثمار في هذا المجال. هذا وقد عهد محلب بمواجهة سارقة التيار الكهربائي بكل قوة وحسم. الحقيقة المشكلة كبيرة ومعقدة، ويمكن في أكثر من مجال قدرنا نشرحها. هي مشكلة معقدة، مشكلة جزء منها متراكم، جزء منها إن الخطة 2012-2017 لم يتم تنفيذها طبعا للظروف اللي احنا مرينا بيها، جزء منها جاي ايضا من مشاكل في الصيانة، جزء منها جاي من نقص في كثير من الاحيان في توفير الوقود اللازم، بالاضافة طبعا الى الاحداث اللي احنا شاهدناها في مرحلة معينة. عملنا خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات ومواجهة المشكلة بقى بخطة عملية بتعاون بين كل الوزارات، وخاصة وزارة البترول ووزارة الكهرباء.